أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. جددت رابطة الوطنية للمجالس البلدية رفضها عسكرة المجالس البلدية واحترامها للمبادئ الديمقراطية في اختيارها. ودعت الرابطة في بيان لها السبت إلى تفعيل قانون الإدارة المحلية وعقد الاجتماعات الدولية للمجالس البلدية داخل ليبيا وبمشاركة كل البلديات وليست فردية، خاصة مع البعثة الأممية وفق البيان. وطالبت الرابطة كافة الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها. أصدر المدعي العام العسكري لميليشيات الكرامة فرج المبروك الصعصوع أوامره بالقبض على وكيل داخلية المقترحة فرج قعيم. ووفق نص القرار، وجهت لقعيم تهما بتشكيل عسكري خارج القانون لمقاومة رجال الأمن وحيزة سلاح بدون ترخيص وخروجه على وسائل إعلام وانتقاده القيادة العامة واجتماعه مع الحكومة غير الشرعية وحصوله على مبالغ مالية لشراء الذمم. أعلنت الشركة الليبية للخدمات الأرضية إيقاف عملها ودخول موظفيها في اعتصام مفتوح. وأفاد ناطق باسم مطار مصرات الدولي سليمان جهيمي في اتصال مع قناة نبا الأحد، أفاد بتوقف الرحلات بالمطار جراء الاعتصام الناتج عن تأخر صرف مرتبات الموظفين العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية. وأضاف جهيمي أن الخطوط الأفريقية حولت رحلاتها من مطار مصرات الدولي إلى مطار عتيقة في إجراء احترازي حتى فك الاعتصام. قال وزير الخارجية في الحكومة المقترحة محمد سيالة إن 30 سفارة أجنبية عادت للعمل في العاصمة طرابلس بعد أكثر من 3 سنوات من إغلاقها. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية، فإن سيالة ذكر أن وزاراته تتفاوض مع الخارجية الأمريكية وتعمل على تلبية مطالبها المتعلقة بتوفير الأمن لعودة سفاراتها للعمل في ليبيا. وأشار إلى أن وزارته تعمل على عودة جميع السفارات وتوفير الظروف الأمنية المناسبة لعملها من داخل العاصمة طرابلس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.